قصة الحب بينك وبين أسماء أبو زيد الناس بتحكي بيها طول الوقت. أسماء ممثلة هايلة واتشرفت بالعمل معاها وهي تستاهل كل خير دايما يعني طبعا. رمضان كمان كان فيه نجاح لقبيل، عايزين نتكلم عن ده كمان، كنت شايف ان هو ممكن يحتاج تكريمات اكتر من كده لقبيل. يحتاج؟ لا يعني كان في تكريمات لقبيل. طبعا كان فيه ومن اول ما رمضان خلص يعني الحمد لله المسلسل كان محقق ريكورد عالي جدا مع القنوات ومع الجمهور، ودي حاجة تبسطني جدا وتدفعني اني اشتغل اكتر واكتر يعني. طبعا عندك ايه رمضان السنة دي ان شاء الله؟ لسه مش عارف. 2019 كانت مكللة بنجاحات لسه مش عارف. مش عارف الحلقه دي لازم نعرف بقى. والله انا عايز اعرف اقسم بالله. طب ايه اللي معطلكم؟ لا انا الشتاء بس مش اكتر. عايزين تهنئه لينا كلنا بقى. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده علينا وعليكم يا رب، ودايما يا رب مصر باذن الله على طول حلوه وجامده وبنحب بعض كده وناجحين على طول يا رب ان شاء الله. 2020؟ نعم؟ نتجوز في 2020؟ هنتجوز انا وانتي؟ لا. تتجوزيني في 2020؟ بس انت الكلام ده بالبناه في وشي دلوقتي. ما اعرفش ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله يا رب. انت مالكم؟ انت هتجوز امتى؟ شكرا حبيبي.